حضرت الأطباق السورية بمذاقها وتنوعها ونكهتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدمت كوثر قواريط المقيمة في العاصمة الفرنسية مع قريناتها السوريات تجربة جديدة واجهنا بها صعوبة افتتاح مطاعم حيث إقامتهن. نتابع التفاصيل ونعود للنقاش. اسمي كوثر القواريط، من سوريا، اجيت على فرنسا عام 2013. هوايتي الطبخ، بحب اطبخ، بحب شغل الحلويات. يعني نفسي من زمان، من شي كنا بسوريا، يعني يكون عندي مطعم او شيء، وهذا الشيء يعني ما الله ما قسم لنا اياه. جيت على فرنسا وظليت يعني مصره وعم بسعى يعني لطموحي وهدفي، اللي هو يكون عندي املك مطعم وقدم فيه الأطباق اللي بشتغلها، بحب بشتغلها يعني بكل حب ورغبة. لهيك قررت إنه أنا نمي طموحي بإيدي، صرت أشتغل على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، الانستغرام، اليوتيوب. صرت أعمل أطباق مثلاً وأنشرها هيك، يعني من نوع التسويق إذا في مجال أو إذا إجتني الفرصة، ومن نوع يعني بعرف الناس اللي بيحب يعني ياخذ معلومة أو حدا حاب يعمل هالوصفة يسألني يساعده، عرف عن حالي شوي شوي. يعني لقيت إقبال وتشجيع من أهالي المنتدى، يعني يعطيهم العافية، وهالشي رد شجعني أكثر. يعني صار يجيني طلبات تقريباً، يعني ما بقول لك يعني إنه بالعدد الكبير، لا، طلبات خفيفة، بس هذا الشيء يعني لو الطلب بجوز يجيك كل شهر مرة أو مرتين، بس هذا الشيء عم يعني بيشجعني يعني أني أظني مستمرة. هلأ بطريقي بعد شوي بدي أطلع أجيب أغراضي، المستلزمات اللي لازميتني للصفيحة ولفطاير الجبنة وهيك، والكبة بتكون عندي جاهزة إن شاء الله، شغلة ساعتين ثلاثة بكون مجهزيتها. طلبيتها بدها إياها على الساعة 5 المساء. إن شاء الله هلأ مباشرة راح أطلع أجيب أغراضي اللي لازميتني وجهز طلبية زبونتي. هلا انا بمرحله تحضير حشوه الصفيحه. طلبيتي اليوم هي صفيحه وكبه، كبه لبنيه وكبه مقليه. لما تكون عندي الطلبيه بدها شغل كثير، صفيحه وكبه، بجهز الكبه قبل بيوم، بحطها بالفريزر عشان ثاني يوم اتفرغ لشغل الصفيحه، تطلع يعني شغله ظابطه ومنيحه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك ابو هنا؟ شكراً جزيلاً. العفو. الله يعطيك العافية. ان شاء الله بالهنا، ماكول الهنا. اهلا وسهلا. ماشي. يسلم وموفقين ان شاء الله. سلام. مساء الخير سيدة كوثر قواريط صاحبة المشروع. يا ريت تحكي لنا كيف بلشت الفكرة وقد ايه صار عمره هالمشروع. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. الفكرة اجت يعني من موهبتي، بحبي للطبخ، بحب يعني عندي طموح كثير اني اطبخ وشكل بالاطباق. هذا
حلو. الفكرة اجتني تقريبا، هي من زمان موجودة بس حبيت يعني اني انشرها ووسع هالفكرة. تقريبا من 6 شهور بديت باستقبال طلبات الطبخ والتواصي من بعض الأصدقاء وهيك، وأغلب الأصدقاء يعني اللي ضاقوا الأكل وهيك حبوا يحكوا لأصدقائهم عن طبخاتي وهيك ويتواصلوا معي، صرت أستقبل يعني طلبات أكثر وأكثر. جميل. طب كم سيدة تعمل بهذا المشروع معك؟ لا حاليا بشتغل لحالي، يعني ما استدعى الامر اني اطلب سيدات ثانيات يشتغلوا معي. واذا بدي اطلب لازم يعني اكون عامله بمكتب العمل وهيك، انه انا بدات بهذا المشروع وبدي اشغل عندي ترخيص يعني. اي ترخيص. لهيك انا حبيت ضني حاصره المشروع لوحدي ونمي موهبتي واشهر حالي يعني عند الناس، شو ردة الفعل الزبائن اللي كثير حلو معي. سيدة كوثر، عندكم زباين فرنسيين ولا بس عرب وسوريين؟ لا عرب وسوريين، اهل المغرب الأغلبية من اهل المغرب وسوريين كمان، اما بالفرنسيين لا لسه ما يعني ما تعاملت او حاولت يعني ايش روج على اطباق ناس فرنسيين. ان شاء الله بيتطور المشروع وبيبلش اكيد الفرنسيين يطلبوا من هذا الطعام. ذكرتي بالبدايه انه انت عم تشتغلي لحالك وما عم تفكري الان بزياده عدد الموظفين او ترخيص هذا المكان، طب في حال صار في طلب على الطعام وقدرتي تنتشري بالشارع الفرنسي، هل بتفكري فعلا تطوري هذا المشروع، تجيبي ترخيص، تشتغلي سيدات، خاصه انه ممكن يكون فرص عمل ايضا للكثيرين يعني؟ هو هيك، بس أنا يعني كوني ربة منزله يعني وبيتي، الواحد بحب يعني ضل بيته خصوصية يعني ما يتدخل فيه أشخاص ثانيين أو شيء، وعندي أولاد، لهيك حبيت أطور مشروعي يعني لأكثر أشتغل بالبيت، ومشروعي هو كان الحمد لله والله وفقني فيه يعني، وقدرت حقق حلمي اللي طالما ما حلمت فيه، هو افتتاح مطعم خاص فيا أنا وزوجي. كل التوفيق سيدة كوثر قواريط، سعيدين جدا كنا باستضافتك وبالتوفيق، كنت معنا من باريس، إلى اللقاء. شكرا لك مشاهدينا، نحن رح نروح لفاصل وتتابعونا بعد الفاصل. نهائي دوري الأبطال بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، لمن الغلبة؟